السلام عليكم. اليوم عندنا موضوع جديد، ضمائر الوصل relative clause، من المواضيع المهمة اللي راح ننتبه عليها. زين، عندنا relative pronouns، ضمائر الوصل relative pronouns. قبل ما ندخل على الموضوع والأسئلة الوزارية، أدي بعض الملاحظات المهمة اللي تفيد الطالب. إذا كان عندنا فاعل عاقل، الفاعل يكون عاقل وبعد الفراغ أو بعد الاختيار عندك فعل، فهنا راح نختار الهو، دائما نختار الهو، الهو للعاقل. يعني إذا قبل الفراغ أو قبل الاختيار إجاك فاعل عاقل وبعد فعل، نأخذ الهو. هذني الملاحظات تحفظها وتنتبه عليها وتطبق على وفق هاي الملاحظات اللي عندك. إذا كان الفاعل غير عاقل وراء فعل، نأخذ which، ونقدر ويا الwhich نقول أكو ذات، ماكو مشكلة، which أو ذات ماكو اختلاف. إذا عندك اسم باسم، قبل الفراغ اسم وبعده اسم، راح نأخذ whose. تسألني تقول لي اسم عاقل لو غير عاقل؟ اسم عاقل أو غير عاقل بالحالتين، هنا أو هنا، نأخذ whose للتملك. إذا كان عندنا مكان وورا فاعل، هنا هاي النقطة 4 و5 مهمة تنتبهون عليها. يعني هو مكان وإجا وراء فاعل، راح نقول where، where للمكان، مكان وراء فاعل. بس إذا إجاك مكان وراء فعل بعد الاختيار أو بعد الفراغ فعل، راح نأخذ which. هاي ملاحظة كلش مهمة تنتبه عليها عزيز الطالب، الطالب يخربط بها ويقع بمشكلة وخطأ، انتبه عليها. عندنا النموذج من الأسئلة الوزارية، هنا ممكن ينطيك اختيار أو ممكن ينطي فراغ، لكن احنا في الغالب الأسئلة الوزارية اللي تجينا هو اختيار. بين قوسين يقول لك relative pronouns، ضمائر الوصل. الآن عندنا أمثلة وزارية، the person عندك who أو which stole the money، تكملة الجملة. هنا عندنا الفاعل عاقل the person، الشخص فاعل عاقل، وعندنا stole فعل. الملاحظة الأولى تقول إذا كان الفاعل عاقل وراء فعل، نأخذ شنو؟ نختار الهو، فاختارينا الهو لأن الفاعل عاقل وجاء بعده فعل. مثال ثاني، the book، الفاعل غير عاقل وبعد الاختيارات أكو فعل، الهاز فعل. إذا الفاعل غير عاقل وراء فعل، نقدر نأخذ which أو that، احنا نأخذ هنا اختيار بين which وهو، رح نأخذ الwhich، الwhich لغير العاقل. صهيب brother lives بلا بلا، تكملة الجملة. هنا ملاحظة ثلاثة، إذا أكو اسم عاقل أو غير عاقل، وهنا همين اسم عاقل أو غير عاقل، يعني إذا أكو اسم باسم، هنا اسم عاقل باسم عاقل، رح نأخذ whose، دير بالك انتبه، whose للتملك. هنا جايب لك هو مع اختصار مال هو از، فدير بالك بعض الطلاب عبالهم هوز، دير بالك تاخذ هوز هذه الاولى. بابلون سيتي بيبل لايك تو جو، هنا ننتبه على نقطه 4 و5 قلنا مهمه جدا. بابلون سيتي مدينه بابل، هنا مكان، بس اجى بعد الاختيارات فاعل، بيبل هو فاعل مو فعل، دير بالك، فرح ناخذ الوير. بعض الطلاب يقول لك أنا كل ما أشوف مكان أخذ وير، تمام صحيح، بس إحنا نوبات إذا عندك مكان وإجا وراء فاعل لازم يلا تختار الوير. شوف مثال 5، موروكو اللي هي المغرب، هو مكان صحيح بس إجا عندك فعل فير، إذا هنا أنا ما رح ناخذ الوير، رح ناخذ الويتش. هاي الملاحظات مهمة جدا تنتبه عليها. الآن عندنا الفكرة الثانية، أنه ينطيك relative clauses اللي هي ينطيك جملتين، راح نسوي الجملة وراح نأخذ أمثلة على هذا الموضوع. الآن عندنا الموضوع الثاني المهم جدا، شلون نحول جملتين إلى جملة واحدة، يعني موضوع الربط، اسمه بالإنجليزي relative clauses. ضروري جدا تعرف relative clauses اللي هي جمل الوصل، وملاحظة مهمة تنتبه عليها، شنو الفرق بين relative pronouns و relative clauses؟ relative pronouns هي الأدوات اللي حكينا عنها قبل شوية، اللي هي الهو والويتش والذات والوير، اللي تكون اختيارات أو فراغات.
اما ريليتيف كلوزز جملتين راح نسويها جمله واحده. تنتبه كلش مهم هذا التمرين. عندنا اربع افكار من هذا التمرين راح نبدي بيهم. اول شيء شو نقول؟ اذا كان فاعل الجمله الاولى، فاعل الجمله الاولى شبيه نفسه فاعل الجمله الثانيه، يعني اذا كان فاعل الجمله الثانيه يعود على فاعل الجمله الاولى، شلون راح اشتغل؟ شلون راح احل؟ شلون راح اسوي جملتين الى جمله واحده؟ شو نقول؟ ننزل فاعل الجمله الاولى ضمان، بعدين نحتاج اداه ربط اللي هي ريليتيف بروناونز. هنا عندنا الفاعل عاقل فنقول ضمان هو، هاي اداه الربط. بعدين الجمله الثانيه، الجمله الثانيه مع حذف الفاعل فتصير ضمان هو lived next door. هنا ملاحظة تنتبه عليه، احنا ليش حذفنا الهي؟ لان الهو اخذت مكانه، اداة الربط هو اخذت مكانه. شنو هي الفكرة؟ ده نسوي من جملتين جملة واحدة، فنقول the man who lived next door. انتهى الحل؟ لا، ارجع الجملة الاولى اخذ من عندها بقية الكلام ما عدا the man. هنا نقول بوت a car. اذا صار الحل the man who lived next door bought a car. هنا احنا سوينا جمله ثانويه بجمله رئيسيه. هذه ملاحظه مهمه جدا تنتبه عليها. فهنا عندك the man who lived next door bought a car. أعيد لك إياها، إذا كان الفاعل نفسه فاعل الجملة الأولى نفسه فاعل الجملة الثانية يصير الحل فاعل الجملة الأولى ضمان، أداة الربط. هنا أداة الربط يعتمد على الموضوع القبل شرحناه قبل شوية اللي هي relative pronouns الهو والويتش والوير، لأن الفاعل عندك هنا ضمان عاقل وإجا وراء فعل أخذنا الهو. نوبات ما ينطيك اياها، نوبات ينطيك اياها، اذا ما انطاك اياها انت لا تستدل عليها من الملاحظات السابقه. فنقول the man who الجمله الثانيه بدون الفاعل تنزل كامله، بعدين الجمله الاولى بدون الفاعل تنزل كامله. هذه فكره تنتبه عليها. الفكره الثانيه شو تقول؟ the hotel has a swimming pool it is very big. هنا اذا كان فاعل الجمله الثانيه يعود على المفعول به، هنا عندنا swimming pool حوض سباحة، وأيضا عندنا the hotel، الهوتيل هو فاعل يعني الهوتيل ممكن يعود على it. إذا هنا تنتبه، إذا عندك الفاعل والمفعول به اثنيناتهم ممكن يعودون على فاعل الجملة الثانية. يقول لك the hotel has a swimming pool it is very big. هنا ده يقول لك المسبح، الفندق بمسبح كبير it is very big. هذه الات يقصد بها على الفندق لو يقصد بها على حوض السباحة؟ احنا هنا المقصود بها هو حوض السباحة. فإذا كان فاعل الجملة الثانية يعود على المفعول به يكون الحل the hotel، الجملة الأولى تنزل كاملة the hotel has a swimming pool. هنا نزلنا الجملة الأولى كاملة، ليش؟ لأن فاعل الجملة الثانية يعود على المفعول به على swimming pool. بعدين نربط بمن؟ نربط أداة الربط which، بعدين الجملة الثانية بدون الفاعل is very big. هنا ليش جبنا which؟ لأن عندنا الفاعل غير عاقل وراء إجا فعل. المثال الآخر، عندنا هذول مثال ثلاثة وأربعة كلش مهمة بالبكالوريا بالوزارة، دائما تتكرر هاي النقطتين أو هاي الجملتين. I spoke to a lady on the phone she told me to call back later. هنا انتبه عليها، فاعل الجملة الثانية اللي هو she تعود على lady، على a lady. فهنا فاعل الجملة الثانية يعود على الليدي ما يعود على فاعل الجملة الأولى، واحنا عندنا أفكار تنتبه عليها. الفكرة الأولى أذكرك بها، إذا كان فاعل الجملة الثانية يعود على الأولى
اشتغلنا بهذا الشغل، وإذا كان فاعل الجملة الثانية يعود على المفعول به اشتغلنا بهذا الشغل. الآن عندنا فاعل الجملة الثانية يعود على الليدي، يعني ما يعود على المفعول به ولا يعود على الفاعل. هنا تنتبه حتى تميز بين فكرة وفكرة وبين حالة وحالة. شلون يصير الحل؟ عندك I spoke to a lady on the phone. She told me to call back later. فيصير الحل the lady. طيب أني مين جبت ذا عندي A؟ دائما تحول الA إلى ذا. The lady who، لأن هنا عندك عاقل. بعدين طبعا هنا ممكن ويا الهو نجيب ذات، نقدر نقول هو أو ذات، ماكو مشكلة. هو أو ذات، the lady who أو ذات. نرجع الجملة الأولى ننزلها كاملة. I spoke to on the phone. On the phone. هتقولي ليش ما نزلت الليدي؟ احنا الليدي راحت، نزلت بالبداية. فصير the lady who أو ذات I spoke to on the phone. الآن أرجع الجملة الثانية أحذث من عندها الشي، لأن الشي راحت، مكانها صارت who told me to call. ونكمل إلى نهاية الجملة الثانية. عندنا الآن المثال الرابع اللي هو نفس فكرة المثال الثالث. هنا I always go to that garage for repairs. garage هو المرآب، نفس احنا نقول garage. it was closed today. هنا فاعل الجملة الثانية يعود على الجراج، ما يعود على الفاعل. احنا ملاحظات حكيناها، قلنا هنا فاعل الجملة الثانية يعود على الجراج، فنفس الفكرة نبدي بذا جراج. هنا ما نقول ذات جراج، لازم تبدي معرف، نقول ذا جراج، نربط بذات. بعدين الجملة الأولى كاملة I always، بعدين أكمل go to شنو for repairs. أكمل الجملة الثانية بدون الات، أقول was closed today. إذن صار الحل مالتنا the garage، ربطنا بذات هنا، لأن أنت عندك غير عاقل، وهنا إجاك ضمير الفاعل. يعني قسم يقول لك ممكن أربط بويتش، ماكو مشكلة، لكن لأن إجا وراء ضمير فاعل أخذنا ذات، ذات أقرب، فصير ذا جراج أداة الربط ذات. بعدين الجملة الأولى كاملة ما عدا عبارة شنو ذات جراج، فصير I always go to for repairs. وأكمل الجملة الثانية بدون الفاعل. الملاحظة الأخيرة والفكرة الأخيرة تشبه الفكرة الأولى. فاعل الجملة الثانية عندك عاقل، ما يعود على فاعل الجملة الأولى، لكن فاعل الجملة الأولى غير عاقل. The bike is blue. لو تلاحظ هنا الـ it يعود على اليمين على the bike. أنا لو كان الـ it هنا كان سويت نفس الفكرة الأولى، لكن هنا الفاعل مختلف، فما نقدر نحلها بالفكرة الأولى. فيصير الحل the bike نربط بويتش، لأن الفاعل غير عاقل. بعدين الجملة الثانية كلها تنزل I borrowed yesterday. هنا انتبه حذفنا الات، لأنه هنا the bike which، الويتش أخذت مكانه. the bike which I borrowed yesterday شبي is blue. هذه بالنسبة للفكرة الرابعة. هذولا بالنسبة للأفكار. احنا عندنا أربع أفكار. الفكرة الأولى إذا كان الفاعل فاعل الجملة الثانية نفس فاعل الجملة الأولى، وإذا كان فاعل الجملة الثانية عد على المفعول به. والفكرة الثالثة اللي هي هذولا جملتين نفس الفكرة، شنو قلنا؟ إذا كان فاعل الجملة الثانية يعود على الليدي، هنا فاعل الجملة الثانية يعود على الجراج. هذولا تنتبه عليهم من يشوف الليدي والجراج، تنتبه الجمل تجيك نصا بالبكالوريا فتنتبه عليهم. والفكرة الأخيرة الرابعة، الفكرة الرابعة احنا سوينا مثال خمسة بس هي فكرة أربعة. إذا كان شنو أكو، إذا كان
فاعل الجملة الأولى إلى علاقة بالمفعول به وليس الفاعل. هذه فكرة الأخيرة تشبه الفكرة الأولى تقريبا. الآن عندي ملاحظة مهمة جدا، عندنا شلون نميز بين ضمائر الوصل المعرفة أو جمل وصل المعرفة وغير المعرفة؟ خليك ويانا. الآن عندنا الملاحظة الأخيرة، جمل الوصل المعرفة وجمل الوصل الغير معرفة ضروري جدا. شلون أميز بين جمل الوصل المعرفة والغير معرفة؟ جمل الوصل المعرفة اسمها defining relative clauses، وجمل الوصل غير معرفة non defining relative clauses. شنو الفرق بيناتهم؟ لو نجي على المثال الأول، the book was missing, it has the information I wanted. هنا يسعولها defining relative clauses، جمل وصل معرفة. يعني شلون؟ الجملة الأولى لما تقراها the book was missing، هنا المعلومة عندي ناقصة مجهولة، الكتاب مفقود، يا كتاب أنا ما افتهمت عليك. تجي جملة ثانية يصحوا لها defining relative clause تعرف لي الجملة الأولى، يا كتاب اللي انفقد. هنا اجي تعريف إلى الكتاب، it has the information I wanted، الكتاب اللي ده أقصده اللي بيه المعلومات اللي أحتاجها. هنا لما نريد نحل هذه، قبل شوية حكينا على أفكار الأربعة، قلنا هذه الفكرة الأولى إذا كانت فاعل الجملة الثانية يعود على فاعل الجملة الأولى، فيصير الحل the book، ربطنا أول شيء فاعل الجملة الأولى ينزل هنا which، ليش which؟ ملاحظات حكينا هذا شيء سهوله relative pronoun، قلنا relative pronoun ال which وال who وال that وال where والهوز، فهنا عندنا the book which، بعدين الجملة الثانية بدون الفاعل has the information I wanted. أرجع الجملة الأولى was missing، was missing. هنا أنا سويت ربطت بين الجملتين نفس الملاحظات قبل شوية مع الفكرة الأولى، إذا كان فاعل الجملة الثانية عود على الأولى. هنا هذه سحولها defining relative clause، يعني هنا which has the information I wanted، هذه الجملة الثانية اللي عرفت لي الجملة الأولى الرئيسية، يعني هي كانت قبل الحال the book was missing، هذا كانت الجملة الأولى. حتى تكون جمل معرفة دخل جملة ثانية ويا الجملة الأولى سواها جملة واحدة حتى تصير جمل معرفة. هنا الجملة الثانية عرفت الجملة الأولى. عندنا non-defining relative clauses، جمل الوصل الغير معرفة. يعني شنو يقصد جمل وصل غير معرفة؟ يعني الجملة الأولى هي عندي معرفة عندي وواضحة، ما أحتاج جملة ثانية تعرف لي الجملة الأولى، هي الجملة الأولى عندي معرفة، فيصحوا لها non-defining، يعني جمل وصل غير معرفة، يعني ما تحتاج أعرفها. طيب شون أميز بين جمل الوصل المعرفة اللي تحتاج أعرفها والجمل الوصل غير معرفة اللي ما تحتاج؟ ملاحظة مهمة انتبه عليها، إذا كان فاعل الجملة الأولى عاقل، يعني اسم علم سلوى أحمد علي أي اسم، هنا تعتبر هذه non-defining relative clause، فيصير الحل مالتك شنو؟ فاعل الجملة الأولى، طبعا هنا نفس الفكرة الأولى، عندك فاعل الجملة الثانية يعود على الأولى، فنقول سلوى، بعدين نقول هو، بعدين الجملة الثانية بدون الفاعل speaks، speaks three languages، wants to be، wants to be an interpreter، كمل الجملة an interpreter. هنا أنا شو يقول لك؟ سلوى wants to be an interpreter، سلوى تريد تكون مترجمة، مترجم فوري. جملة ثانية she speaks three languages، عندها ثلاث لغات، يعني هي تتكلم ثلاث لغات. الجملة الأولى أعطتني مفاتيح واضحة، عرفت أنا علي من ده يقصد ومن ده يحكي،
فهنا أنا ما أحتاج جملة ثانية، خلالك جملة ثانية زيادة للمعرفة، زيادة توضيح حتى يعرف أكثر. هنا بهاي non-defining relative clause أحتاج أخلي commas فوارز، يعني فارزة أخلي. فرح نقول سلوى فارزة قبل الهو، سلوى who speaks three languages. بعد ما انتهينا من الجملة الثانية أخلي comma فارزة ثانية، فصارت عندك فارزة قبل أداة الربط وفارزة بعد أداة الربط. ليش خلى فارزات أو فارزتين؟ حتى يقول لك إنه هاي الجملة شبيهة زيادة معرفة، يعني إذا تشيل هاي الجملة المعنى ما سلوى wants to be الجملة الأولى، يعني يبقى المعنى تام ما يتغير شيء من عنده وواضح ومفهوم. بالبكالوريا من يجيك هذا المثال، هذا مثال وزاري وانت سويته بالفكرة الأولى، نزلت الحال فاعل الجملة الأولى نفسه فاعل الجملة الثانية وسويت تطبيق مباشر، فهنا تخلي فوارز، تتعلم تخلي فارزة لأن الجمل الوصل هنا تعتبر non-defining relative clause. هاي ملاحظات مهمة جدا تنتبه عليها. هذا كل ما يخص عن موضوع ضمائر الوصل. أنا أشكركم ومع السلامة.